عظم الله أجورنا وأجوركم مرة أخرى سادتي وأحبتي. وصلنا وإياكم إلى المشترك محمد علي حمزة. قصيدة اللي اختاريتها اليوم يا ليل طول ساعاتك وساعدني باختيارها هو أبي. أحب أسمع قصائد التراث دائما لأن هي أساس المنبر الحسيني. المنافسة كل صعبة وإن شاء الله أتأهل للمرحلة الثالثة وأكون وجيها بالحسين. اللجنة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا محمد. حبيبي حمودي اسمك شنو؟ كامل الاسم. اسمك الكامل. اسمك ميرزا محمد علي. ميرزا محمد علي حمزة. حمزة. عمرك ويا محافظة؟ عمري 9 سنوات من محافظة بغداد. هلا العمر كله إن شاء الله. ملا محمد شو راح تقرأ يا قصيدة؟ يا ليل طول ساعاتك. المن هاي القصيدة؟ لأبو بشير. يا أبو بشير نجف. مو شاعرها منو؟ بيشتبه شاعرها منو؟ سيد سعيد صافي. أحسن. أقول رحمة الله عليه. وأحسن من الكبار. والله أحسن. حافظ الشاعر وحافظ القصيدة. توكل. فلحم صلى على محمد وآلي محمد. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا ليل طويل ساعاتك يا ليل حميلاتك يا ليل طويل ساعاتك لو ودعت الوليان تتوناني العدوان. يلا يا بارك الله بيك يا علي طول ساعاتك يا علي يا علي الضاعت
أحسنت. بارك الله فيك. أحسنت. أحسنت. أحسنت يا حبيبي. موفق إن شاء الله. خلي أسلم عليك يا حبيبي. موفق إن شاء الله. تفضل. نعم دكتور عماد تفضلوا. نعم أنا باباتي أوقف. ميرزا محمد. شكله وقفته. قراءته للقصيدة. نقاوته ما ملوث. طبعا مرات يقول لك واحد ليش تحب ذول الفتيان دائما يقرون؟ هذا يقرب بصدق واحساس وبعده ما ملوث. هو الله يحبهم، الله اللي خلق البشرية كلها يحب هاي الاطفال. فشوف دائما اللي يقرا يقرا باحساس بدون تصنع، ما جاي يصنع. سنه صغير بس هو واقف أكبر من الكبار. أحسنت ملة. طيب الله أنفاسك ملة محمد. شارك بالحلقة الثامنة ولجنة التحكيم الطتة 79 ولجنة الخبراء الطتة 80. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق والديك على هاي التربية، وإن شاء الله نشوفك بالمراكز الأربعة الأولى إن شاء الله. رقم التصويت لمرزة لميرزة محمد علي حمزة هو 18. أحسنتم. كل إحنا نصوت لك إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. موفق إن شاء الله يا حبيبي. بعد عندنا شوية حكي وياك. نعم دكتور مخلص تفضلوا. يعني الله يحميه لمحمد، وهنيئا له وهنيئا لأهله بهيك شخصية وبهيك تربية. الله سبحانه وتعالى يوفقنا لنشوفه بالناجحين وبالرواديد الكبار إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أستاذ يحيى تفضلوا. شكرا سيدنا وشكرا لمحمد علي. حياك الله محمد. شلونك؟ الله يحييك. الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. ما شاء الله عليه. الله يحفظه ويبارك به. طبعا هاي القصيدة اللي قراها عمنا أستاذنا أبو بشير النجفي، هذه القصيدة الممتلئة بالحزن والشجن، طريقة رائعة، لحن جميل، لحن جدا منسجم مع الكلام اللي بيها. والأداء اللي أداء عم أبو بشير كان معبر عن جو القصيدة وعن المضمون اللي موجود داخل القصيدة. وهذه القصيدة طبعا حقيقة بكى على أثرها الآلاف من الناس يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره إن شاء الله. أمين يا الله. وأن يبقيه إن شاء الله ذخر إنا. ويا ربي يوفق إن شاء الله محمد علي ويسدده وإن شاء الله على خطر الرواديد الكبار إن شاء الله. الله يوفقك يا عزيز. شكرا لكم عمي أبو محمد. تفضلوا أستاذ ثامر. محمد علي حمزة الميرزة موهبة واعدة إن شاء الله، تثير لدي ملاحظة عن أداء فئة الفتيان. وهذه الملاحظة أن فئة الفتيان أكثر استيعاباً لأداء الردات التراثية ما شاء الله أكثر من فئة الشباب اللي سمعناهم، وأعتقد هذا بسبب أنهم لم يتعرضوا بعد، قصدي الفئة العمرية الصغيرة، لأطوار وألحان الشباب الحديثة، فهم منذ الصغر أسسوا على أداء مستوعب لتراث الرد الحسينية، موفقين كلهم بما فيهم الميرزا محمد علي حمزة. طبعا يلا ابو مريم. دكتور مخلص قال خليه يجي يبوسني، فانا راح اجي ابوسه واخذه حتى يبوس يا حبيبي. يا حبيبي اعلى الله مرزة. شأنكم. تعال خلينا نبدا بلجنه التدريب. بارك الله بيك. بارك الله. احنا نجي. ما شاء احنا نجي. الله ما شاء الله ما شاء الله. ورد حبيبي الله يوفقك. اعلى الله مقامك يا ابا مريم. بارك الله بيك. هلا بالملة يا أبا عبد الله. الله الله. شال بوسي حبيبي. حياك الله.
حياك الله حبيبي. ابو جاسم تعال ترادود ان شاء الله. ما شاء الله هسه يطالع بس صغير. ها هو هذا خليه شو اسمه معود خليه بخرجنا تبيا. بارك الله فيك. ما شاء الله سيطالع. ايش بك ايش بس يطالع. ما شاء الله ما شاء الله سلمت ما شاء الله عليك رادود يا حبيبي يا محمد. ما شاء الله نتمنى لك كل الخير والتوفيق يا أمير زم محمد. ما شاء الله والدتك علوية. ها الله يخليك ويخلي والدتك ووالدك موفق ان شاء الله. يلا موفق. اصعد يا سيدي. موفق ان شاء الله يا حبيبي حمودي يا علي. هلا بي اعطيني يا حبيبي. اهلا اهلا. نسأل الله القبول صوت لنا على رقم 18.